بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه. مرمى وصيتي هذه وغايتها أن يقف عليها مؤمن وتقف عليها مؤمنة، يسمعانها بصوته مسجلة أو يقرآنها مستورة، فيترحمان علي وترحمان على ثاو في قبره أسير ذنبه راج عفو ربه. تلك أولى المقاصد. رحم الله عبدا لله وأمة لله دعا الله بقلب خاشع لما انقطع عمله إلا من ثلاث مرات. عسى الله أن يحقنا فضل دعائكم، جزاكم الله خيرا. والقصد الثاني أن يتذكر متذكر خلاصة ما إليه دعونا لما كنا من سكان أرض الدنيا عابين إلى دار البقاء. وصية يتذكر متذكر ويدعو وداعي، فتلتئم أواصر الصلة ويتحقق التزاور في الله والتحاب في الله عبر الأزمان. لا تحبس الصلة برازق الموت. خرج الأئمة البخاري ومسلم ومالك الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ ألا وإن لي أشياء أوصي بها من يسمع ويعقل. صدا وترجيعا يبلغ الله عز وجل آذانا واعية وقلوبا صاغية إن شاء رب ولي الحمد. صدا ترجعه إن شاء الله أجيال العدل والإحسان إلى يوم الدين، تشهد يوم القيامة الأشهاد أن عبد السلام ياسين عبد مفتقر إلى عفو ربه مقر بذنبه، يشهد أن لا إله إلا الله الواحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دعوة صادعة وحجة على الخلق بالغة و خلافة على من هذه النبوة بعد يانعة رائعة، ويشهد أن ملائكة الله خلق من خلق الله مطهرون، وأن ما أنزل الله من كتاب حق وصدق بلغنا منزه عن التحريف. جزى الله عنا خير جزاء صحابة رسول الله الذين حافظوا بحفظ الله وبلغوا بأمانة الله حتى وصلنا ما بين دفتي المصحف الشريف من كلام ربنا عز وجل. ويشهد أن رسول الله عليهم الصلاة والسلام بلغوا رسالات ربهم حتى أتاهم اليقين. إمامهم وخاتمهم حبيب الله نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، شفيعنا عند الله يوم الفزع الأكبر ثم يقوم الناس لرب العالمين. ويشهد أن القدر حق لا تتحرك ذرة في الوجود إلا بإذن الحكيم الخبير سبحانه. ويشهد أن البعث بعد الموت حق، وأن الحشر حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ويشهد أن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن شفاعة الشافعين حق، وأن الله رب العالمين أرحم الراحمين. ثم أوصي من وقف على كلماتي هذه قراءة أو استماعا بما أوصى الله عز وجل به الإنسان. وصى الله عز وجل خالق الإنسان بوالده حسنا، حسنا بما حملت الأم وأرضعت الأم وحنت الأم، وبما كفلت وكفل الأب جنينا لا حول له ولا قوة، ثم والدا في المهدي ودارجا في مراحل الحياة. وصى الله عز وجل بالوالدين إحسانا وحسنا لا سيما عند الكبر في سن الضعف والحاجة والافتقار إلى الحانية والقلب العاطف والمعاملة الجميلة الوفية المتحببة. وأوصي بما وصى الله عز وجل به عباده الصالحين رسله عليهم السلام نوحا ومحمدا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام من إقامة الدين والاجتماع على الدين كما نقرأ في سورة الشورى.
والشورى في الأمر الخاص والعام والحكم دين من الدين. فأوصي بما وصى الله به عز وجل رسله وأحبابه وأصفياءه وصية لأممهم. نحن أمة الإسلام أحق أن نأتمر به بما نحن الأمة الوارثة الشاهدة على الناس. وأوصي بما وصى الله به عباده المؤمنين من وصايا سورة الأنعام: يتميز المؤمنون بالمشركين، وليعلم الله من ينصره ورسله ومن يخذل، وليجزي الله من أطاع ويخزي من كفر وعصى. أربع وصايا في سورة الأنعام لعلنا نعقل ونكون المؤمنين الصالحين المستحيل الموحدين: ألا نشرك بالله شيئا، فلا نعبد أصنام الحس والخيال، وأن نحسن للوالدين، وأن لا نقتل أولادنا من إملاق ومن القتل، بل من أقساه أن نترك عوامل التضليل والفساد تغتالهم من بين أيدينا، وأن لا نقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإننا إن اقتربنا طوعا وميلا أو استقلنا بين يدي طاغوت التهجين الثقافي والتدمير الأخلاقي فقد وقعنا في حمأة الفواحش. وأن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وفي قتل إنسانية الإنسان وإقناعه أنه مجرد حيوان متطور لا معنى لوجوده ولا لحياته، إلا الرطع واللهو والعبث أشد صور القتل. النفس التي حرم الله فتكن الإنسان ونفس الإنسان وحقوق الإنسان. وأوصي بالوصايا الأربع التالية من سورة الأنعام مذكرا بما ذكر الله عز وجل به من يريد أن يتذكر ويشكر: ألا نقرأ مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأن نوفي الكيل والميزان بالقسط، وأن نعدل ولا نحابي في الحق، وأن نفي بعهد الله. كل ذلك مفهوما في إطلاقه في الخلق الفردي والتدين الخاص، مفهوما في تقييده بضوابط العدل الجماعي السياسي. وأوصي بأم الوصايا الإلهية في سورة الأنعام، تلك التي وردت في آية منفردة موجهة لنا معشر المؤمنين لعلنا نكون من المتقين، وتلك هي اتباع الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الذي إليه تصل الأمور ونصير بعد الموت. تحذرنا الوصية الأم من اتباع السبل التي تبعدنا عن الجادة وتفرقنا ونتفرق بنا عن سبيل الله. وأوصي بما أوصى به أبونا إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا أن نتبع ملته. أوصى بنيه أن لا يحيدوا عن الدين الذي اصطفاه الله عز وجل لهم، وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. وبمثل وصية الجد الرسول أوصى الحفيد يعقوب عليهما وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله والصالحين من عباد الله أزكى السلام: وتلك هي الحنيفية السمحة مجددة مبينة معطرة مكملة مختومة برسالة سيدي ولد آدم مولانا محمد بن عبد الله صلاة الله وسلام الله عليه. فأوصي بما وصى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آخر عهده بهذه الدنيا الفانية، عاهدا إلى صحابته الكرام وأهل بيته العظام وأمته من بعده إلى يوم الدين: ألا نرجع بعده كفارا يضرب بعضنا رقاب بعض، وأن نحذر المسيح الدجال، وأن نمسك عن دماء المسلمين وأموالهم إذ هي علينا حرام، وأن نصون أعراض المسلمين. وصى بذلك بأبي وأمي، وأشهد على وصية الله عز وجل والسامعين، ونحن بلغنا وصية وأنذرنا ووعظنا وعظنا، فما منا إلا سامع أطاع عبد أو عصى، سمعت مسلمة أو لم تسمع. وأوصي بما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على فراش الموت: الصلاة وما ملكت أيماننا، الصلاة وما تملك أيماننا،
كان تعدى في شرع الله ووصية رسول الله. من كل يمين كان نظاما يوم كان الشرك يقابل الإيمان بعتاب متكافئ. مع أهل الإيمان رسالة الله يبلغونها بالدعوة تدافع عن حوزة القوة. في زماننا وما بعده يبقى حمل الدعوة وتبليغها للعالم رسالة مطوقة بها أعناقنا. ولكل زمان نظام في الحرب والسلم. نجاهد عن ديننا ونملك قوته ليكون ليميننا معنى في الوجود وقيام بالوجود. وأوصي بما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سياق الموت، وهو في سياق الموت آخر عهده بالدنيا. وصى بالنساء خيرا وأمرنا أن نستوصي بهن خيرا لا سيما الأزواج والبنات. أكد في وصيته الأخيرة صلى الله عليه وسلم ما كان علمه من أن خيارنا خيرنا لأهله، ضاربا المثل بإحسانه لأهله سيداتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وأوصي بصلاة بإقامتها في المسجد والجماعة مع التحري الجميل في الطهارة اتباعا منتبها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحركات والسكنات والمواقيت والكيفيات. الصلاة عمود الدين وعماده، فسطاط الدين وأوتاده. إقامة الصلاة دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام لنفسه ولذريته، قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأوصي من يسمع ويعقل بالإنصات والتحفز والتوفز لطاعة أمر العلي كلما صدع داعي الله عز وجل وصدح. يا أيها الذين آمنوا اسمعوها طاعة فعل والصبار أو كف وازدجار. وأوصي كل ذي همة ناقضة أن لا يكون له من دون وجه الله عز وجل مطلب يحجبه عن الله. طلب الثواب والأجر والجنة شرع من شرع، وإرادة وجه الله والسعي إلى مرضات الله بما يرضي الله ويقربنا من الله مرمى الإهمام العالية بشرط العمل الدائب والنية المتجددة. أوصي أن العدل قرين الإحسان في كتاب ربنا وفي اسم جماعتنا، فلا يهن الجهاد المتواصل لإقامة دولة العدل في أمتنا عن الجهاد الحثيث في بلوغ مراتب الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ولا مدخل لك في هذا يا أخي ولا مدخل لك يا أختي في هذا المضمار إلا بصحبة تفتح أمامك وأمامك المغالق وتحدو بركبك إلى عالم النور والرقائق. لذا أوصي بالصحبة والجماعة بالصحبة في الجماعة. كان من قبلنا رحمهم الله ورفع درجاتهم يتفرد منه الطالب الراغب السائر، تأخذ بيده يد فرد نور الله قلبه من العارفين بالله مشايخ التربية. ولمستقبل دعوتنا نرجو من الله نور السماوات والأرض سبحانه أن يفيض رحمته على أفراد أوليائه وأن يلهمهم التعاون على البر والتقوى. بر هداية الخلق بصحبة تؤلف القلوب لا يضيرها أن كان حب زيد لعمر أرجح من حبه لخالد. الرجاء من الملك الوهاب أن تكون الصحبة والجماعة متلازمين تلازم العدل والإحسان. نرجو من الله عز وجل الملك الوهاب أن تكون الصحبة والجماعة متلازمين في جماعة عدل الإحسان، تلازم العدل والإحسان في كتاب الله عز وجل وفي شعارنا. لا تطغى جذبة سابح في الأنوار على شريعة قول الله عز وجل وأتملوا بينكم بالمعروف. أوصي أن يدعو أحبابي إخواني ربنا عز وجل أن يمسك محل الصحبة والجماعة
كما يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أوصي أن يدعو أحبابي إخواني وأخواتي من جماعة العدل والإحسان ربنا عز وجل أن يمسك وحدة الصحبة والجماعة في جماعتنا كما يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أوصي أن يدعو أحبابي إخواني وأخواتي ربنا عز وجل أن يمسك الله عز وجل وحدة الصحبة والجماعة في جماعتنا كما يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وأوصي بذكر الله في الملاء والخلاء. أوصي بالذكر كما هي مفصلة آحاده في خصلة الذكر. وأوصي بالصدق مع الصادقين صبرا ومصابرة وحملا وتحملا، فما الكينونة الصابرة مع الصادقين بالأمر الهين. عاش عاش ما عاش من زعم أنه صادق ثم عثر أول ما برز أمامه نتوء من نتوءات العقبة، عقبات أمر الله عز وجل عباده الصالحين أن يقتحموها. أوصي بما أوصى الله عز وجل به الإنسان من اقتحام العقبة، وإلا فالسهول الواطئة مرتع لغيرنا. كونوا ذوي همتنا إخواني ويا أخواتي. وأوصي بالبذل والصدقة والحرص الدقيق على أداء الزكاة وتصريف الزكاة وتوظيف الزكاة في مستحقات الزكاة، فريضة من الله تعالى على كل فرد له من المال والمتاع نصاب، ونظام لسد ثغرات الفاقة والحاجة في دولة العدل. وأوصي بطلب العلم، العلم الضامن من سعادة الآخرة كل فرد. وأوصي بطلب العلوم الكونية الضامنة قوة الأمة، تبنيها قبل السواعي القوية والأموال الرشيدة، عقول منظمة صانعة مخترعة. وأوصي بالعمل الصالح انطلاقا من صلاح المؤمن والمؤمنة في عبادتهما وتقربهما إلى الله عز وجل زلفى بالفرض والنفل، وتوجها بالجهد العامل البعيد النظر الصابر على مشاق الطريق لجمع شتات الأمة وبناء وحدتها لبنة لبنة حتى يرتفع صرح الخلافة على منهاج النبوة التي بها وعدنا من لا ينطق عن الهوى مبشرا بغد الإسلام الذي لا ريب فيه، كما هي الساعة والبعث والنصر والحشر والجنة والنار حقائق لا ريب فيها. وأوصي بسمت الإسلام، السمت الجميل في خلق المؤمن والمؤمنة ومظهرهما ومخبرهما، يتميز شامة بين الناس عن ضوضاء الناس، وتشعث أخلاق الناس وأفكار الناس وحديث الناس وإعلام الناس ولهو الناس وعبث الناس. نعوذ بالله من وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأوصي بالتؤدة رائدا حكيما، وبالاقتصاد توجها سليما، وبالجهاد في سبيل الله الجهاد القوي الذي لا يعلف الرفيق الذي لا يضعف. وأوصي بالتؤدة والاقتصاد والجهاد في عالم يمر بأصناف البلاء الإلهي، بلاء يمحص الله عز وجل به الأمة أفراد وجماعة، ويحق الله الحق متى شاء كيف شاء، وينصر الله من شاء وكيف شاء متى شاء. لا إله إلا الله القوي الحميد. وتحت ميزاب القدر يتوسد الصبر كما يعبر المولى عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. إخواني وأخواتي في جماعة عبد الإحسان، إخواني وأخواتي من يسمعون هذه الوصية، هنا آخر ما يسر الله من وصية كنت كتبتها ليلة الأحد 25 من الحجة سنة 2022 الساعة 3:30 قريبا من ساعة الفضل والإجابة، ساعة الثلث الأخير من الليل، حين يتجلى ربنا عز وجل بالعطاء السمح الجزيل. فإلى دعاء الرابطة وهدية الرابطة
أوصي بدعاء الرابطة لا يبطئنا عنه مبطئ ولا يشغلنا عنه شاغل ولا تنسونا من دعائكم. أحسن الله إليكم، وأستودع الله إيمانكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أشف قلوبنا حبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب أصفيائك من رسلك وأنبيائك وخاصة أوليائك وعامتهم، لا سيما الصحابة الكرام الذين جاهدوا وصبروا وهاجروا ونصروا، لا سيما آل البيت المطهرين صفوة خلق الله في الآخرين. والحمد لله رب العالمين.